هذا السائل يقول: من اشتهر فضله وصلاحه بين الناس وشهدوا له بذلك في الدنيا، فهل يشهد لمثل هذا أنه من أهل الجنة، أم أنه يرجى له أن يدخله الله جل وعلا الجنة؟ لا، ما نشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو له الجنة. والذي مر الجنازة التي مرت على الصحابة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، لأن أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. ومروا بجنازة فأثنوا عليها شرا، قال: وجبت. قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له النار. فهذا لأن الرسول قال وجبت، الرسول هو اللي أخبر أنها وجبت. أما نحن نقول فلان من أهل الجنة لأن الناس يثنون عليها، لا، ما يصلح هذا. أو فلان من أهل النار لأن الناس يذمونه، ما يصلح هذا. لكن نقول نخاف عليه من النار ونرجو لذاك الجنة. أما نحكم له، هذا ما يحتاج إلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال وجبت.